الرباط، مراكش، اكادير، طنجة ومدن اخرى، ولكن هذا الشيء داخل في البرنامج العمل ديال البرنامج ديال الماء الصالح للشرب وديال الفلاحة. بالنسبة للحفر وتعميق الآبار هضرنا عليه هذا، هذه يعني اجراءات اللي هي استثنائية كذلك، واللي انا مع السيد وزير التجهيز راه هضرنا على هذا الموضوع باش يكون عندنا واحد اجراءات على حسب المناطق وحسب الفرشات وحسب يعني الامكانيات ديال باش نقضوا بعض يعني الاشجار، وغادي نعملوا على هذا الشيء. بالنسبه للدعم، الدعم راه كاين الدعم اللي هضرت عليه، وتيظهر لي الفلاح الصغار عندهم 100%، راه ما تبدلت حتى شي حاجه لا في بالنسبه للتنقيط ولا بالنسبه للتكميلي. عندنا هذا الشيء ديال فيما يخص التحليه ديال المياه، بحب فيما يخص الناحيه ديال تادلا، وهذا حنا التحليه نهار اللي غادي تكون المدن عندها المياه الصالحه للشرب من التحليه، شي الاخر غيبقى للفلاحه. اليوم لو كانت الدار البيضاء عندها التحليه راه ما يمكنش نعطيو ولا نخليو يعني بين الويدان والحنصالي للدار البيضاء. اليوم راه كلها كاين المياه، ولكن كتبقى الاسبقيه المياه الصالحه للشرب وخصوصا ديال الدار البيضاء. فالبرنامج ديال الماء هو متكامل وحكومي، واللي كنزلوه يعني بواحد الطريقه اللي فيها الالتقائيه وفيها السرعه، وهذا البرنامج كما كتعرفوا اللي كيرعاه جلاله الملك حفظه الله.